سرك قديم يمو الأسرار، يعدوا روح ويعدوا تطار، أيدى العداك غطار النار، وللحبايب قنديلي. الاستمارات دي هتمشيهم؟ مش الاستمارات نفسها، ده تعبير عن حالة شعبية كبيرة لرفض الناس ليهم، وكل ما زادت قلب الناس بيجمد ان هم ينزلوا يوم 30 ونخلص. يا رب. هو انت عرفت ان النيابة حفظت البلاغ اللي عمله حامد في معتصم عشان يطردوا من البيت؟ طبيعي ومنطقي ان المتضرر يلجأ للقضاء، وبإذن الله هيمشوا، مش بحكم محكمة، بأمر الشعب. سارة، على فكرة احنا عندنا مشوار. لا يا حامد، انا ميتة من التعب. لا ما ينفعش، ده النهاردة مولد سيدي ابراهيم الدسوقي، يعني ممكن الاقي هام الطير هناك. يا حامد انت عملت اللي عليك وزيادة، تعالى والنبي نبلغ البوليس ونسيبه هو يتصرف. البوليس هيقول عليا بخرف لو قلت لهم الحاجات دي، وبعدين لما الجواب اتسرق وقع في ايديهم ممكن يبقوا عرفوا بقيه الحكايه، ومش هيبطلوا يدوروا على المسدس لحد ما يلاقوه. حاضر يا حامد، حاضر. شكرا يا ساره. كان دايما يقول لي ما تخافش وهنخلص على الفرنساويين، فاهمين؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر. توكلنا على الله. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.